فصول الثقافة تحتفي شعرا وغناء الليلة وتفوح بعبق القصيد وترانيم الألحان. نقف لشعرها ونمسط لشاعرها. من قلب الرياض، من على مسرح أبو بكر سالم، نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مثيل أبيه أشباها وفعلا عصي الوصف سلمان الشهامة. أفلا يحق لي امتلاك الفخر والزهو الأتم؟ أوليس يكفي أن هذا المعجز الفذ ابن عم لمحمد تأوي المعالي خاضعات ترتجي أن تستزيد وجاهة ومكانة كيفا وكم؟ متشرف جدا جدا بحضوركم اللي أقربتوني فيه، وآمل أن يكون في أمسيتنا الشعرية والفنية الليلة شيء يليق بكرم حضوركم، فألف ألف شكر. شكرا جزيلا.